كابتن ربيع ياسين، واحد من اللي قدموا تجسيد حقيقي لمعنى مصطلح أبناء الأهلي المخلصين. ربيع ياسين، الجول الأول للنادي الأهلي اللي جابه ربيع ياسين في الدقيقة 22. لاعب بمسيرة نجاح وكفاح دون بيها صفحات تاريخ بشمس مشرقة لا تغيب. وربيع ياسين هي اللي ضرب الحيطة ومش اوفسايد، وبيفرد ربيع وبيلقط وبيحط الجول. يا سلام يا ربيع، يا سلام يا سلام. مدرب يشار ليه بالبنان في كل مكان، كشاف عينه لا تخطئ المواهب، وياما اكتشف نجوم كتير يدينوا ليه بالفضل الكبير. ومحلل عنده رصيد السنين والضمير والملاعب اللي يخليه لا يظلم فريق ولا يجامل لاعب. تقدر تسميه وحدة قياس الإخلاص وميزان العمل في صمت وترمومتر الاجتهاد. والجميل إنك في كل ده وده هتلاقي ربيع ياسين هو ربيع ياسين. لسه كرة في الملعب وكرة عالية. كتير الشغل، غزير الإنتاج، قليل الكلام، لا تشغله كاميرا ولا تغريه لقطة، لكنه عنده في كل تعامل حد فاصل اسمه الاحترام.